مرحبا بيك، كيف داري؟ خالتي سكتي. السلام عليكم احبابي، كيف داري؟ لبس عليكم، كل شيء مزيان. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، اول حاجه جيت باش نبارك لكم هذا رمضان. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله، وكذلك بطولة العمر. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو خفيف ان شاء الله. عارفاكم شحفانين ولا هفانين، حتى انا بحالكم لا ميم شوز، ولكن ما فيها باس الا ضحكنا وفوجنا واحد شويه. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم انواع البنات في رمضان، اللي منهم بزاف الشخصيات كي مثلوني حتى انا. دونك ما نطولش عليكم، نخليكم مع اول نوع. بيزو. نخليكم مع اول بنت اللي كتكون اول مره غادي تصوم في حياتها، او اول مره غادي تصوم في شهر رمضان. هذه المرحله كاملين غنكونوا دوزناها، وكاملين غنكونوا تقريبا دوزناها بهذه الطريقه. دونك خليكم مع اول بنت. كاملين دوزنا رمضان بهذه الطريقه، اول رمضان لينا دوزناه بهذه الطريقه. ما كنناضوش نشقاو، كنبقاو مقابلين غير ديك الماكله، وكنتسناو غير امتى يقول الاذان الله اكبر، وكنخرجوا في الماكله بعينينا. ايوا هذه المرحله كاملين دوزناها والحمد لله. دابا غادي ندوزو لتاني بنت اللي كتبقى ديما ناعسه. عرفتي شنو هي ديما ناعسه؟ اون فوا كتفطر كتنعس، كتسحر كتنعس، نهار كامل ناعسه حتى كيودن. ديما هاد البنت كتبقى ناعسه، وكيفيقوها دارهم للسحور بزز. باش نقول لكم هذا النوع نهائيا ما كيمثلنيش، لحقاش انا كنبقى فايقه صراحه. كنفيق شويه معطل في الصباح كاملين هكا في رمضان، ولكن في الليل انا هي ساحه الليل، ما كنعس حتى كيود الفجر، ونقدر نبقى اصلا وراه شحال. دونك هذا النوع ما كيمثلنيش نهائيا. دوزو. غادي ندوزو لواحد البنت اللي اونفوا كنتفكرها كتجيب بالي كنزه، يعني هذه كتمثلني انا بزاف، وكنظن كتمثل بزاف ديال الشخصيات معانا هنايا اللي كيتفرجوا فينا، واللي هي البنت اللي كتاكل وكتشبع قبل ما يسالي الاذان. لهاد الدرجه انا كناكل. انا كناكل وكنشبع قبل ما يسالي الاذان، يقول لا اله الا الله، انا كنكون شبعت او وكنشد كلشي او يلا سال الاذان، انا صافي تكاويت ديك الساعه. الله اكبر الله. انه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه.
إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويصيد. ايه ويلا الله حقلك، يقول لي يا اخويا الصغير الوحش الاخضر. ورا الوحش الاخضر نيت كي جاتكم هاد الشخصيه؟ والا كنتو حتى نتوما بحال هكا قولوها لي في لي كومونتير. ودابا غادي ندوزو لواحد البنت اللي شويه غشاشه، ما عرفتش واش كديرها بالعاني ولا بصح كتنسى، مي هادي راه كتنسى بزاف، راه فيها الزهايمر. البنت اللي ديما كتنسى وكتمشي تبغي تاكل، او كتمشي وكتنسى وكتصدق شاربه الماء. نشارك معاكم هاد البنت، واللي هي اخر بنت في الفقره ديال اليوم. يا الغزالات، كي جاتكم الفقره ديال اليوم؟ بغيت ندير لكم شي حاجه تكون خفيفه على قلبكم، نشارك معاكم بعض اللحظات من هذا رمضان السعيد. جالسه علاش ما نديرش لكم فيديو؟ علاش ما نضحككمش واحد شويه؟ علاش ما نشاركش معاكم بزاف ديال الافكار ان شاء الله اللي غادي نشاركها معاكم من هنا القدام؟ فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، حاولت انني نفوج عليكم واحد شويه قبل ما تفطروا، وهذا ما كان. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. قولوا لي انتم اين وحده في هاد البنات في لي كومونتير، او الى ما شاركت شي شخصيه اخرى قولوها لي انتم لتحت اسفل الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، كنبغيكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي. وما تنساوش انكم تابوناو عندي في الانستغرام، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا وكذلك في صندوق الوصف. حاجه اخرى، البنت اللي شفتوها معايا قبيله سميتها ندى، وغادي نخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف، حتى هي راه حلات شين جديده. كيف كتعرفوا كاملين هي راه صديقه ديالي الروح، وقلت لها علاش ما ديريش تنتشين، عندك موهبه وديجا هي كتقرا على التمثيل. دونك قلت لها ديري شين هكا، بدلي فيها شويه. وبزاف ديال الناس كيسولوني واش عندها شين ولا لا، ما كانتش عندها، يلاه صوباتها دابا. دونك كاملين بغيتكم تدخلوا تابوناو عندها، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كنبغيكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه. واش هادي دخلتها لفم وانتي باقا ما جيتي؟ سيري ايوا اوي لا لا تنشرب تنشرب اوي اليوم يا بسيري.